يقول أيضا السائل: كما ذكرتم أن بعض ذرات الغبار كانت بعض أجزاء الأجداد، ومن المعلوم أن الشجر قد يستفيد من هذه الذرات، فقد تكون بعض الذرات مشتركة بين بعض الأجسام، فلمن تكون مع علمنا أن الله على كل شيء قدير؟ ما نفس تلك الذرة تكون في الجسم، وإنما يستمد العنصر، إذا الجسد يستمد من الجسد أيضا، لأن الوالد عندما يتكون منه الولد، الولد يستمد، جسد الولد يكون مستمد من جسد الوالد، لأن الخلية تلك استمدت من كل عناصر موجودة في جسم الأب، استمدت من كل، وكذلك الأم. فهذا لا يعني أن تلك الذرات تكون مشتركة أو أن الخلايا تكون مشتركة.